بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدير الأخوات الإخوانيين؟ صحة بخير؟ كدير مع صحتكم؟ كدير وليداتكم؟ كدير انتم؟ كل شي بخير الحمد لله. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير كاملين إن شاء الله يا ربي. كديرين كاملين؟ اليوم فيديو جديد وحاجة تانية إن شاء الله غادي نعرفوها إن شاء الله بإذن الله تعالى. كي عرفت أنا واستفدت منها، نتمنى من الله تعالى تستفدوا حتى نتوما منها وتعرفوا الفوائد ديال هاد البصلة ولاش كتليق. ونتمنى من الله تعالى تجربوها وديروها وغادي تفيدكم، بالخصوص في هاد الوقت اللي احنا فيه، في هاد الظرف. راه سبحان الله على النتيجة ديالتها، راه ما شاء الله. الأخوات، البصلة الحمراء والخل، عندنا البصلة الحمراء والخل راهم زوينين للسخانة. السخانة الأخوات، هاد الجو سبحان الله اللي كاين واحد السخانة. كما قلت لكم، البصلة كنشدوها ونقسموها، ثم غادي نشدها نقسمها. هانتوما نقسمها، كنحيدوا ليها هاد الغشاء اللي كاين برا. نتوما بلاتي ننقيها ونرجع معاكم تشوفوا بحالاش الطريقه. هانتوما كنحيدوا ليها هاد الغشاء اللي برا، هذا كنحيدوه. كنجبدوا هاد اللب ديالها، هذا الدخلاني الاخوات، باش ما نتوما كتقربوا هاد البلاصه اللي كيكون فيها الماء بزاف. هذا الاخوات تستحملوا بحالاش تشدوه وتقسموه، هي راه كتكون ريحته شويه، ولكن الانسان وقت الشده راه قاله. كنقولوا حنا المثل، الحار كيحيد اللي حر منه. الحاجه الا كانت حراره كتحيد اللي حر منها. كنشد هذه وكنمضغها. كتشديها اختي وتمضغيها وتشوفي النتيجه بحالاش. كتمضغي هذه كتخليها في فمك وتصرتي داك الماء ديالها، وما حدها كتحيد منها هاد الماء ديال البصله. كتبان لك نشفت وكتولي حلوه، حيديها بدليها وديري طرف اخر وغادي وهكاك وهكاك وهكاك، حتى الحلاقم ديالك سبحان الله ما بقيتيش تحسي بهم. سبحان الله على هاد النتيجه. كما قلت لكم البنات، ملي غتبقاي تمضغي هاد البصله وتعاودي الاخرى وتعاودي الاخرى، وهي راه فيها الدواء سبحان الله اللي فيها، راه ما شاء الله. عرفتوا نتوما البصله راه بحال انتيبيوتيك، راه فعاله سبحان الله. ونطلبوا من الله الشفاء لينا وسائر مرضى المسلمين. كتشدي داك الشيء اللي النص الاخر وتقطعيه هكا شرائح بحال هكا، بتقطعيه هكا شرائح بحال شرائح رقاق، ولا تسرحيها هكا، تسرحيها هالطريقه بحال هكا الاخوات. ديروها لها بحال هكا، وغادي تجود وديروها في التقشيره ديالتكم. هانتوما هذه التقشيره، هانتوما غادي تجو وتدخلوهم للتقشيره، تكونوا دخلتوا الرجل ديالكم وتحطوا في القاع ديال اللي غتلبسوا عليه. انا ما يمكنش ليا نوريكم بحالاش الطريقه، وانتم راه غادي تفهموا. ونتمنى من الله تعالى نكون فدتكم في شي حاجه ان شاء الله باذن الله تعالى. حنا كنديروا السبب والكمال على الله تعالى. الله سبحانه هو اللي بيدو الشفاء وبيدو كل شيء ان شاء الله باذن الله. ملي ديري لها اختي البصله بحال هكا، شدي وعمري التقشيره بالخل. هانتوما ملي تقادي بحال هكا البصله، تكوني كامل عمرتي التقشيره من الداخل، في غادي تدخلي الرجل ديالتك بحال هكا، تشدي كل شيء، تعمري التقشيره بالخل. هانتوما بحال هاد الطريقه، تعمريها مزيان، تعمري التقشيره حتى ترطب مزيان بالخل. هانتوما ولبسيهم، بيتيهم على رجليك وتشوفي النتيجه. كي كتصبح كتقاد الطونسيو كيتقاد، والحلاقم سبحان الله ما تبقايش تحسي بهم.
الحلاقم ما تحسيش بهم، صافي مشاو هذاك النهار، ما بقيتيش غادي تحسي بان راه الحلاقم كانوا ضارين كاع. سبحان الله. ونتمنى من الله تعالى ان تكونوا استفدتوا ان شاء الله باذن الله تعالى. ما تنساونيش من جيم، وما تنساونيش من اشتراك وبارتاج، الله يجازيكم خير الجزاء يا ربي، واني احبكم في الله تعالى كاملين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.